السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معنا هذا المشروع الأول، هنا المشروع الثاني. نرحب بكم في قناة شروحات مالية. اليوم سأقوم بشرح الموقع الثالث أو المشروع الثالث. سبق شرحه هنا، وهو الآي ماركت كاب أي الآي ماركتينج، الريبوت الآلي للعمل للاستثمار. هنا سنلخص المشاريع المضمون، المشروع الأول ثم المشروع الثاني ثم المشروع الثالث. إذن هذا هو المشروع من الداخل. كل ما عليك هو التسجيل في الموقع. ستحصل على $50 عبارة عن سلفة من الموقع يتم سدادها. بعد التسجيل ستظهر لكم هذه الواجهة، سأشرح التسجيل بعد قليل. هذه الواجهة من الداخل. هنا حالة الريبوت، إما في العمل أو بتوقف. إذا توقف يعني لازم تقوم بعملية شحن الريبوت. استرداد النقود لحد الآن 83% من رأس المال. الأرباح الموجودة لدي هي عبارة عن $83 من $99. تاريخ التسجيل تقريبا تسجلت قبل الإيداع الأخير كان قبل 7 أيام، لكن التسجيل الحقيقي قبل 15 في تاريخ واحد من هذا الشهر، يعني 17 يوم. وربحت $83، $50 التي أعطاني هي الموقع، و$49 التي أودعتها أنا. كل ما عليك هو بعد التسجيل أن تقوم بالعمل بهذا الشكل، زيادة الميزانية اللي هو الإيداع. طرق الإيداع موجودة هنا عبارة عن فيزا أو ماستر، ميكارد، بيتكوين، إثريوم، تيتر، ERC وليس TRC. ركزوا هنا، لا تودع TRC حتى لا تذهب عليك. و ERC رسوم التحويل $20، فلا تقوم باستثمار بهذه العملة. استثمر بالبرفكت ماني أو الباير، وأنا أنصحك بالباير أو البرفكت ماني أو الفيزا كارد أو التواصل معنا لإعطائك أحد الوسطاء لعملية الإيداع. هنا الباير، تختار المبلغ الذي تريد، مثلا $100 أو حتى $1000. مفتوح حد السحب من الإيداع من $10، وهنا مفتوح. ثم تقوم بعملية الدفع، سينتقل مباشرة الحساب إلى الباير لعملية التحويل. بهذا الشكل. ثم تقوم باختيار الباير، اما الروبل او الدولار او العملات التي متواجدة معك. انا لن اقوم بالايداع. ارباح هذا الموقع، من هنا بامكانك ان تقوم بعملية الموقع هو عبارة عن ريبوت يقوم بعملية البيع لهذه الشركات عن طريق التسويق الخاص بعدة عملاء. هنا المستقطع وهنا المنتظر، يعني نسبة الربح تقريبا هو بيعطيك 4%، هنا 8%، هنا 6%، 1%، يعني أرباح مختلفة تتفاوت ما بين 10% إلى 12%، وهكذا. وبإمكانك التأكد من هنا من الإحصائيات هذه التي المبالغ التي ربحتها. إذن هناك الكمية $191، ما ربحي أنا $6، اليوم $7، هنا $10، يعني تختلف النسبة من يوم إلى يوم أو المبلغ من يوم إلى يوم على حسب المبيعات التي تحققها. أحيانا مبيعة واحدة تكون من الرسوم أو تحقق 2.8، أحيانا على حسب المبلغ نسبة من المبلغ. لتعبئة الحساب كما قلنا من هنا، وهذه هي وسائل الدفع. هنا النقل إذا أردت نقل أو استرجاع $50 التي أعطاك لها الموقع. هنا بإمكانك الربح من المهام، حدث الموقع وستحصل على مهام جديدة. هنا التسويق الخاص بي بعد التسجيل، سنشرحها بعد قليل. ننتقل إلى طريقة التسجيل والحصول على $50 لرصيد الإعلان مشروحة هنا بالفيديو السابق، أو بالإمكان شرحها الآن. ما تقوم بضغط الرابط الموجود أسفل الفيديو، ثم سيكون لديك بهذا الشكل.
تسجل الآن. حتى تحصل على $50 لازم يكون لديك الإحالة، إذا ليس لديك الكود لن تحصل على $50. أوكي، ركزوا يا شباب، إذا لم تدخل عن طريق أي شخص عن طريق هذه الكود لن تحصل على $50. كل ما عليك هو فقط تعبية البيانات الخاصة بك، هنا الاسم وهنا الاسم الثاني وهنا البريد الإلكتروني الخاص بك وهنا كلمة مرور قوية وهنا تأكيد كلمة المرور، ثم تقوم ب أنا لست ريبوت، ثم تقوم بالضغط على يسجل تسجيل الدخول. طبعا يا شباب عند تسجيل الدخول تقوم بعملية التسجيل، تختار هذا الخيار الأول اللي هو هذا الإنبو، لا تختار الجوجل، لا تختار الويكي، لا تختار اختار هذا الخاص بك أول واحد اللي هو الإنبو الأزرق أو الشجرة، هذا مهم جدا يا شباب، اختاروا هذا ثم قوموا بتعبئة بقية البيانات. بهذا الشكل عمل هنا تسجيل اسم خاص بك، اسم خاص بك أي اسم، اسمك ثم رقم أو أي اسم خاص بك، ثم تقديم نفسك للشركة وستكون معك هنا صفر عفوا $50 بهذا الشكل. بعد تعبية الاسم الخاص بك ستكون هنا لديك $50، سيبدأ الريبوت بكسب الأرباح الخاصة بك. يا إذا بعد الاشتراك والحصول على $50 يتبقى معك شيء واحد وهو فقط عمل تدخل في التسويق الخاص بي بهذا الشكل، ثم تقوم بإنشاء عملية هبوط، تختار أساسي، بعد الأساسي تختار حفظ، ثم ستظهر لك $50 وتنسخ رابط الإحالة الخاص بك من هنا وتنشره في الموقع الرسمية للاشتراك، ثم اترك تعليق للاستفسارات من قبلكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا يعتبر من أفضل المشاريع الاستثمارية، المشروع رقم 4.